النهارده أستاذ والله. محمد، أنت عندك مشكلة مع البرامج اللي زي بتاعتنا اللي بتناقش قضايا المرأة، شايف إن إحنا يعني بنبوظ دماغات الستات أو بنلعب في حاجة مش مفروض إن إحنا نعملها، صح؟ حقيقي. طب إيه بقى؟ ليه؟ ليه؟ لأن كل بيت وليه الفورم بتاعه وليه أخلاقياته وليه التركيبة بتاعته. أما أنا من خارج هذا البيت أجي أتدخل فيه وابتدي أدي نصايح لده أو أدي نصايح لده أو أناصر ده على ده أو أناصر ده على ده، أنا معرفش إيه اللي داخليات البيت. يبقى أنا كده دخلت نفسي في ما لا يعنيني وهديت البيت ده من أساسه. طيب يا استاذ محمد، يعني وانا متحفزه، احنا برنامج اجتماعي مش برنامج بنناقش بس قضايا المراه، بس بما انك ما انتوا انت اللي ابتديتوا. ايوه، بما ان حضرتك الجزء بتاع المراه ده عامل لحضرتك مشكله. قبل ظهور خالص النوعيات دي من البرامج، احنا وغيرنا، الناس اللي قلدتنا والناس اللي يعني قلدتنا ايا ما كان نوع التقليد اللي قلدته لنا، ما كانش فيه قضايا ومحاكم، وما كانش فيه الفيلم اللي عملته العظيمه فاتن حمامه أريد وسعاد حل حسني والله وأسف أرفض يرحمها الطلاق. حسني شاه، اريد حلا واسف عرف، وكتير جدا غير الافلام، ما كانش فيه محاكم وقضايا ومشكلات. ايه اللي اتغير يعني؟ اللي اتغير ان احنا فتحنا الموضوع البهلي، فبقى الحوار لكل اي حد ليه او ملوش. لكل حد ممكن يكون معقد من شيء معين في حياته، فهو بيفرج عن نفسه العقد دي وبيطلعها على غيره. يعني انا اتظلمت في الدنيا دي، يبقى انا كمان، يبقى اشمعنى انا اللي اتظلمت؟ الناس كلها لازم تتظلم معايا. طب ليه ما تقولش ان حضرتك بوجهة نظرك بتحجم اخدنا الحق في القرار؟ يعني انت بتقول انت مش المفروض تخشوا، كل اسره ليها طريقتها وليها موقفها، مش مفروض ان مشاكلكم حتى ولو كنتم معقدين منها انكم تظهروها قدام الناس، لان انت متعقده من حاجه مش شرط غيرك يبقى متعقد، وكان حضرتك بتاخد حق القرار لكل الستات اللي بيتفرجوا علينا. يعني هي ما عندهاش المخ انها تفكر ايه الصح وايه هي الغلط؟ يعني هي لما بتتفرج علينا بتشوف وانت والله حضرتك مفيد وصية عليها؟ وانت ما... لا انا ما عنديش وصية عليها. طيب ما هو ده اللي ما هي بكلمه، ما هو ده اللي تقولك ان هي اقول عندها عقل عندها تميز. عقل تقدر تقول والله انا بتقولي موافقة ما عندهاش عليها. مخ. لا ما... هي ما بتقول عندهاش تقصد مخ، ان ان هي عندها مخ تميز، يعني مش انها ما عندهاش، يعني بتقول ان هي عندها ما يخليها تقدر تميز فتاخد الكلام ده او ما تاخدوش.